جاي وين الشباب سمعناك؟ وراح معاي للبيت وين بن الماس؟ كان عندي كلمة هناك، خلصت الكلمة وأنا راجع، قال لي عنادي خالد بقابلك الليلة. قلت نو بروبلم، ما عندك مشكلة. قبل لي اخوان هو جاي كان معه واحد سيارة جديدة حركات وزمن، وقلت معاهم من الاخ كان معاه يوسف الحويطي. وانا ماشي اخوان يوسف الطالبين مستغرب، قلت له يوسف ايش فيك مستغرب؟ قال يا اخي ماني متوقع انك تركب معانا. قلت ليش؟ وهذه رسالة للدعاة تسمعون الآن، رسالة لبعضهم، بعض الشباب والله متكبر وما يدري. قلت ليش يا حبيبي؟ قال يا خالد انت داعية وتركب معانا. قلت يا اخي حرام عليك، خاف الله يا اخي، اذا انا ما ركبت معاك بركب مع مين؟ والله نصارى نركب معاهم ندعوهم نقلب قلوبهم للاسلام، نجعل اخواننا. قلت لا عيب عليك، وضع على فل وشبابي، خذ راحت كولد، روح هات وجيات معاه واحلى عشاء واحلى عصير جسم عرايس الظاهر بجسمه، حلة وناسة وضحك. اليوم الثاني الثالث كان يقابلوني جلسات، اختفيت عنهم طلعت برة تبوك. كنت في المدينة المنورة، كان عندنا جولة دعوية في المدينة، ضواحي المدينة 200 كيلو مسح، 200 كيلو. شوي اتصل علي عناد، قال يا خالد كنت سم، قال يوسف الحويطي تعرف كثير، قال ابوه توفى، ابوه صار المرض وتوفى. قال تعال عزي، قلت والله انا بالمدينة، لا جيت ابشر. انشغلنا هناك، ما كان في شبكة ولا شيء، بعدين 4 5 أيام برة شبكة، حنا راجعين. جيت تبوك كلمت يوسف، وينك يوسف؟ قال بالبيت. قلت الساعة 10 أنا عندك إن شاء الله. فعلا الساعة 10، الساعة 11 ودار مع البيت، هي الفيصلية. استقبلني يوسف، فوتني جوا. يا إخواني يوسف متأثر بأبوه، أبوه ما مات يا إخواني من كبر السن، لا مات من مرض، يعني فجأة كذا أسبوع كذا مرض ومات. دخلت البيت لقيت يوسف متأثر، أخوه يوسف الأكبر منه جالسين. والله يا أخوان تأثر باين من وجهه. قلت يا يوسف يا حبيبي ابكي ولا ما تبكي؟ ابكي ولا ما تبكي؟ احزن، قطع نفسك. لكن بقول لك شيء يا يوسف، اليوم تدفن بكرة تدفن، اليوم تحصل بكرة تغسل، اليوم نحضر عزاك، اليوم نحضر عزا أبوك ويحضرون الناس عزا غيرك، والله يجب دور علي وعليك نحضر عزاك بكرة يا يوسف. أرحام تدفع وأرض تقلع، لكن السؤال يا يوسف وش اهتم من القبر؟ وش اهتم من هذا اليوم؟ والله يا اخوان هذا كلامي معاه، وانا طالع مسكنا على جنب، يا خالد انا تايب، يا خالد ابغى محاضرات جلسات، انا طالبك لا تتركني. قلت ابشر بعزك، بكره عندي محاضره في مدينه عسكريه، إذا تبي تروح معي أعطيني اتصال من بدري. أرسل لي رسالة قال يا خالد أنا أجيك البيت، أنا أجيك البيت وأخذك وأديك مثل ما تبي. قلت بيض الله وجهك، مرني وأبشر، مرني البيت. ركبت معاهم مشينا، كان ثالث ثانوي، باقي على اختبارات اسبوع، قدامي شباب اكثرهم شباب الثانوي. قلت يا شباب كلنا
ولكن لا ننسى ان في اختبار في القبر. يلا يوسف شكل الإيمان مرتفع معاك جايك حبيبي وقفت الوجه. المهم وقفنا ألقينا المحاضرة خلصنا ماشي. والله يا أخواني تقريبا يوم يومين بعد صلاة الفجر حطيت راسي على مخدة أبغى أنام بعد الصلاة بريح إلا الاتصال أزعجني قلت هذا عندي شيء. رديت انا بقول له دق علي بعد الظهر. انا حبيبي والله اني بنام ودق. قال يا خال ما عرفتني قلت لي قال عناد. انا عناد الحويطي قلت انا عناد حياك الله عامر. قال ترى يوسف مات. اخواني بعض الناس والله يفجعنا والله العظيم. انا بعد وفاه اخوي الكلمه ذي ستنصدم منها. فلان مات يا اخي عاد مقدمات شيء. قال يوسف مات. يوسف مين؟ والله يا شباب ولا واحد بالمية انه يوسف الحويطي اللي يمشي معانا ولا 1% عندي انه هو اللي ميت. ليش ما ادري. يوسف مين؟ قال يا اخي يوسف الحويطي اللي يمشي معاك دائما ولد عمي. يوسف اللي راح معي هذاك الليل قلت راعي البيت قال اي وي وهو. متى مات؟ قال البارحه الساعه 1 بالليل. رايح الحقل صار عليه حادث واليوم يصلون عليه في حقل. سنعطيك خبر اقسم بالله العظيم يا اخواني النوم كله راح وسوست. يا ولد قبل اسبوع يا شيخ بعزينا ابو هو كيف يموت؟ قال يا اخي خاف الله مات الولد كيف يموت؟ خلاص مات. اتصل على واحد من الشباب يا ولد والله يا شباب ما انا مصدق لانه بغفله عنا. المهم عزيناهم وكذا. اليوم الثاني الثالث الا الجوال يتصل الظهر. طالع في الجوال الا يوسف الحويطي يتصل. يوسف ميت. ايش يسقوها علينا هم؟ رديت. هلا حبيبنا. قال يا خالد معاك بسام اخو يوسف اخوه الصغير. امي بتكلمك. طبعا الام هذه عجيبه يا اخواني. قبل اسبوع ميت زوجه واليوم يدري ميت ولده وقبل سنه سنتين ميت اثنين من عيالها واحد عمره 19 واحد عمره 21 يعني فقدت ثلاثه من عيالها بعد شبابهم وفقدت زوجها يعني لا تسال عن الحاله النفسيه اللي هي فيها. والله يا شباب هذا اللي حصل. انا ابغى اصبرها ابغى اكلمها اذكرها بالله والله رفض انساني. مع اني يا شباب شفت اموات وغسلت اموات قدامي وشفت متقطعين قدامي. انا غسلت اخوي وعمي بيدي يعني الموت طبيعي عندنا. لكن ما ادري صار من رفض انساني كنت ابكي على السماعه مثل ابكي الطفل. قامت هي تصبرني. اصبر واحتسب. انا يا خالي بقيت ابشرك. بتبشري يا خاله. بشري وانا تبشرك. والله ان يوسف يوم حضر جلساتكم حضراتكم كل يوم يجلس معي ويتكلم على محاضرات يقول يا يمه ابشرك اني تايب
الشرك اللي اقبلت على الله. لا يوم ما بسجل بحلقات. لا يوم ما خلاص توجهت لله. تغير حالك. تغير وضعي الى الافضل. يقولون الشباب على جبنتهم اللي يحضروا الحادث. شباب من مكان الحادث ما كان ميت. ودوه للمستشفى يسعفونه. يوسف يصيح يبغى اكسجين. كان الاكسجين على 100. هو يصيح يقول اكسجين اكسجين. الرئه شباب متقطعه. اخر رمق بحياته. رفع السباب وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ثم مات ورافع السبابه يا شباب. كان انا جالس معاه يا الغالي. بالله تطلع عمري ولا عمرك.